شهر رمضان في طقوس عند العالم العربي، الوقوف صف في طابور قدام حلويات وخصوصا الحلويات الشرقيه، وانا حقيقي بيستوقفني جدا لو حد جاب لحد هديه حلويات غربيه في رمضان ممكن يستعر منه، يعني الموضوع فيه ربط رهيب ما بين البسبوسه والكنافه ورمضان، ما اعرفش ده جه من العصر العثماني او من العصر الايوبي حاجه كده لطيفه لانه مؤكد ما كانش موجود ايام الرسول. ويجي هم نفس الناس دي يا جماعه تيجي تقول لحضرتك انا همشي على السنه اللي هي ايه حضرتك، انا هضرب اول ما ابدا على طول لبن شوب لبن جواه كيلو بلح ويقول لك هذه هي السنه ووراء علبه البسبوسه او كيلو البسبوسه اللطيف. اكيد ده ملوش اي علاقه بالسنه، اكيد ده ملوش اي علاقه باي حاجه بنعملها. السنه النبويه ان الرسول عليه افضل الصلاه والسلام كان بيبدا بثلاث تمرات واحتمال يبقى هم بس فطاره. اكيد حضرتك اللي بتضربه بعد كده من محاشي ومحمرات ما كانش موجود الناحيه الثانيه لان ببساطه ما كانش موجود فرن عشان يقدروا يطبخوا بيه الاكل اللطيف ده. فارجوكم افصلوا السنه النبويه عن عادات حضراتكم الغذائيه. لو مصمم ان حضرتك تاكل حلويات وعايز وزنك ما يزيدش، لو سمحت تعامل مع الحلويات زيك اكنك موجود في اي محل، مش بتشتري بالكيلوهات، طبق صغير مباشره بعد الفطار ويبقى مره او مرتين في الاسبوع. احنا مرتبطين بان احنا ناخد كميه من الحلويات اعتقادا مننا انه تعويض الطاقه. عايز افهم حضرتك ان انا لو بذلت مجهود يبقى جسمي كان فيه طاقه، ما بعوضش الطاقه بعد المجهود اللي عملته. الربط ده خاطئ جدا، بيطلع غالبيتنا في رمضان تخنانين بالعشرة 20 كيلو نعاني منهم. وافكرك وافكر نفسي ان رمضان بعديه الصيف، فانتبهوا بقى عشان هنتفضح في الصيف.